هو ما كانش كلمة شرط يعني، أنا ما بتشرطش على ناس رايح لها أو الكلام ده كله. هو القصة بيبقى عبارة عن عرض، أنت بتقدم العرض النهاردة وأنا بقول العرض بتاعي، في الآخر بنتفق على صيغة معينة بترضيك وبترضيني، إذا ما اتفقناش خلاص، فاهم إزاي؟ ممكن تقول كان بند، بس الكلام ده أصلا عشان تبقى يعني تبقى عارف، كان قبل ما أنا أمضي أو قبل ما أنا أصلا أخش إن أنا أعرف مدة العقد قد إيه أو الفلوس قد إيه، اللي هي الحاجات دي كلها. هو أمر مش أمر مادي بس كان أمر يعني. أنا لما اللي نهى الجدال ده كان 6 شهور، عشان كان في اتفاق ان انا اروح مثلا مكان تاني الزمالك يعني. انا راجل كنت واضح ان انا اتكلم في حاجه زي دي. لما قعدت مع الكابتن حسن نهى الجدال ونهى الكلام في القصه دي، ولما قعدت مع الباشمهندس عادل لقيت الناس يعني صراحه طموحها كويس جدا، وناس مرحبه وشاريه وعندهم، ما لقيتش حتى لو بعد 6 شهور ولا بعد سنه ولا بعد وقت، انت اهم حاجه تكون عندك الرغبه انك تكون معانا، وان احنا النهارده يعني نجاح نادي المقاولين ان هم ناس بيقدروك كلاعب منتخب او كقيمه النهارده، ان انت رجعت من نادي المقاولين تاني، ناس اللي هتعارض في نادي يعني نادي جوه مصر او نادي بره مصر طالما انت عندك الرغبه، فاهم ازاي؟ بس الجميع بيستفيد يعني. حتى الراجل اللي انا بتكلم معاه يعني امبارح، انا بقول لك مضيت على بياض بقى كده، قال لي عايز تحط عايز تعمل، انا قلت له ما اعتقدش ان هي يعني ان هي محتاجه كلام، انا خلاص خليني اروح انزل التمرين او ان انا اسلم على اللعيبه او الكلام ده كله. تمام. قبل ما تنزل التمرين بس يعني تقييمك لعمرو زكي الفتره اللي فاتت واللي جاي، يعني عمرو زكي عايز ايه؟ لا انا ما عنديش فتره، اللي فاتت كنت مصاب، كنت عامل عمليه بقى لي حوالي 10 شهور والحمد لله رب العالمين. ال 10 شهور دول اشتغلت فيهم يعني شغل قوي جدا جدا جدا، صرفت فيه فلوس كتير جدا جدا على نفقتي الخاصه، اتعالجت في المانيا قعدت حوالي 4 شهور، بعد كده في الامارات نفس القصه، وعدى لعيبه عليا جت اذا كانت مصابين زي جده وزي متعب، جم قعدوا معايا واشتغلنا كلنا مع بعض، الحمد لله رب العالمين وصلت للي انا عاوزه بتوفيق ربنا والاصرار اللي كان عندي ان انا ارجع، واللي جاي ان شاء الله اتمنى يكون افضل ليا، اولا ارد بيه في الملعب ان شاء الله، وان انا زي ما متعود ان بساعد الكابتن حسن وساعد اللعيبه واللعيبه تساعدني، وان انا يعني اتمنى ان شاء الله اكون تحت حسن ظن اداره نادي المقاولين، وطموحي في باذن الله بنجاحي في الملعب وان انا العب اكون كويس ان شاء الله رب العالمين منتخب مصر باذن الله.